مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، واكيد نحن بانتظار اتصالاتكم على 0444444. والبدايه دائما مع المعلومه. بمعلومتنا لليوم، وزير الزراعة عباس مرتضى أعلن عن وضع خط ساخن بتصرف المواطنين لتلقي الشكاوى ومتابعتها، وأكد على جهوزية الوزارة والوحدات الإقليمية كافة التابعة لها لتلقي كل الشكاوى الخطية، مؤكد على متابعة كل شكوى ومعالجتها. ولفت وزير الزراعة إلى أنه كل مواطن بإمكانه أن يكون شريك بدعم القطاع الزراعي وأن يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والإنتاج الزراعي اللبناني، بأن يكون خفير وأن يبلغ عن أي مخالفة تمس بسلامة الغذاء أو بالأمن الغذائي النباتي والحيواني. أما الخط الساخن عم نحطه نحن على الشاشة وعم بتشوفوه، هن خطين 01 821 300 و 81 964 621. يعني الأرقام موجودة على الشاشة هذه، فيكم كمان تحفظوها في حال حدا عنده أي شكوى بده يتقدم فيها لوزارة الزراعة بتتعلق بسلامة الغذاء، بالأمن الغذائي، وطبعا الحيواني والنباتي. من المسؤول؟ بمن المسؤول؟ بانتظار الاتصال برئيس اتحاد نقابات السائقين العموميين الحاج بسام طليس حتى نسأله عن عدة أمور وردت خلال البرنامج أسئلة من الناس. أولا، امبارح تلقينا اتصال من أحد المواطنين، هو سائق بالتاكسي المطار، بيقول أنه في ما عم يقدروا 300 سائق تاكسي بالمطار أنه يكون كلهم يلحقهم دور بالعمل، لأنه كانت عم تتنظم سابقا وهلا وكأن في فوضى بالموضوع ما بقى عم تتنظم. والأمر الثاني اللي بدي أسأله هو موضوع المحروقات. والأمر الثالث، هن كانوا طالبين كاتحاد سائقين عموميين بموضوع المعاينة الميكانيكية اللي انتهت أكيد، يعني الشركة اليوم المشغلة هي بفعل دايما التجديد والتجديد، هي انتهت العقد معها، وكانوا طالبين بوقتها بعودة هذا المعاين الميكانيكي إلى عهدة الدولة اللبنانية. يمكن هيدا مطلب اليوم أمام الحكومة الجديدة. هالثلاث مواضيع رح أكيد رح نحكي عن تعرفي كمان. حاج بسام طليس يعطيك العافية. لا مدام يعطيك ألف عافية. اولا الناس بتسال، هل موضوع المحروقات سينعكس على، يعني في شقين بالمحروقات، هل سينعكس على التعرفه، وبالتالي ماذا عن المحروقات بما يخص السائقين العموميين؟ بما يتعلق بموضوع الاسعار التعرفه، نعم، هذا موضوع بيصدر بقرار من وزير الاشغال العامه والنقل بناء المعطيات وعناصر لسعر التكلفه. نعم. بالتالي كل ما يشاع ويقال انه في تعديل لسعر التعرفة، انه سائق من هون او حدا من هون، هذا غير صحيح وغير دقيق على الاطلاق. سعر التعرفة ما حدا لحاله بيقرر فيها، لا النقابات لحالها بتقرر فيها ولا وزارة الاشغال، وبالتالي بالطبع للسائقين. هذا موضوع مثل ما قلت لك لجنة بتقرر فيه، وهلا ما في شيء منه، هلا يعني ما في شيء منه على الاطلاق. نعم. اما الشق الثاني اللي له علاقه بالمحروقات، نعم، طبعا في مشكله اللي علاقه لا سيما بما يتعلق بالسائقين اللي بيشتغلوا على المازوت، يعني شاحنات وصهاريج وبواسط كبيره بتشتغل، اتوبيسات كبيره بتشتغل على المازوت. نعم. في عندنا مشكله، وهيدي المشكله معلقه بوزاره الاقتصاد مش بوزاره الطاقه. نعم. يعني وزارة الطاقة بتعمل جدول تركيب أسعار، بتقول سعر صفيحة المازوت هلات، البنزين هلات، الغاز للأسف للأسف بمادة المازوت حصرا عم يختلف السعر وعم يتفاول بين محطة ومحطة وبين منطقة وأخرى، حتى ملتزمة وبين منطقة ومنطقة، حتى ملتزمة ب 18200 ومحطة بتبيع ب 20 ومحطة ب 21، حتى في محطات معبيين جالونات سلف هيدا ب 20000 خذ ومشي بدون ما تتأكد إذا معبى وقديه فيه وقديه ما فيه.
هيدا برسم وزارة الاقتصاد. حكيتوا معهم كنقابات، حكيتوا مع الوزارة بهذا الموضوع؟ بعتنا رسالة ونحن بانتظار انه هالحكومة تاخد الساعة حتى تكون يعني حتى مثل ما بيقولوا يكون الوزير عنده دور وصلاحية اكبر بالملاحقة والمتابعة. نعم، وان شاء الله اسبوع الجاي اذا خلصت هالامور إنا بحث آخر. يعني إذا لا يعني بانتظار أخذ الثقة حتى تاخذوا المواعيد وتطالبوا منه. لا حتى نأخذ المواعيد اللازمة مع وزير الأزقال. حجبنا ننتقل لنقل مباشر، نرجع منتواصل معك. منتابع الحلقة وباخد اتصال. ألو. ألو بونجور. بونجور مدام. بونجور مدام ريباكا، أنا طالبة من الجامعة اللبنانية. أهلا وسهلا. وعم أحكيك عساس عملوا لنا، نحن بكرة بيخلص التسجيل بواحدة وثلاثين. نعم. وعلى أساس عملوا لنا صندوق للطلاب اللي مش قادرين يسجلوا. أوكي. وسجلنا أسماءنا. ويعني أنا شخصيا أنا كنت بعلم تلاميذ وصار حيد وأنا سنة تخرج وصار الظروف بالبلد يعني ما قدرت سجل. فاليوم بروح على الجامعة لحتى أشوف شو صار بالصندوق قبل ما يخلص التسجيل. بيقول لي أنه ما إجا اسمك وتعي سجلي. قلت له أنا مش قادرة أسجل. وهي ما قلت له ما إدى قيمة التسجيل. نعم. إدى قيمة التسجيل. 500 و5000. نعم. يعني أنا معي منهم للمصريات يعني معي يهن بس ما معي حق ضمان. يعني هني مثلا إذا بقدر أمن مثلا بأمن أكتر شيء 200,000. هيدا أكتر شيء بقدر أمنه. مش أكتر. وهيدا سنة وهيدا سنة التخرج تبعك ما هيك؟ ايه. وهلا رح اقعد بالبيت ومش حتاخر. مش بس انا، لو انا بس قصت علي يعني انه بس طالبه وحده راح سنه من عمره، بس كل في كثير من رفقاتي نفس الشيء، وفي اختي كمان هي ثاني سنه. انتوا باي كليه؟ انا بكليه العلوم الفرع الرابع، الرابع زحله. كليه العلوم الفرع الرابع؟ ايه زحله. واليوم بس صار شغل كثير استفزتني انه رايحه لحتى اسجل، عم بيقول لي ما اجى اسمك، وبنفس الوقت بدق لام وحده لام طالبه بالمسؤول هونيك بيقول لها اجى اسم بنتك وتعي سجليها بالصندوق. عم قلت له انا على اساس ما اخذوا حدا، على اي اساس اشتغلتوا بالصندوق؟ انه انا 10 اولاد نحن بالبيت، يعني اذا اكثر حدا وبي ما بيشتغل، اذا اكثر حدا بحاجه فانا لازم تاخذوني. عم بقول لي ما بعرف ما اجى اسمك. برجع بسال دكتور ثاني بقول لي صارت محاصصه واخذوها على اساس الطوائف، راح هذا الصندوق لها طائفه محدده. اف. طيب اول شيء جمع انا ذنبي روح سنه من عمري، مش بس انا كثير من رفقاتي كمان نفس الشيء. يعني انا ما بدي هذا الصندوق، ما بدي اياه طائفه. طيب الدولة وين ما تطلع فينا تعمل الضمان اختياري؟ انا قادره امن 200,000 وسجل. لا لك ما بدي ضمان. طب باخذ ضمان او مثلا وسجل، اما هو هن ياس خيرونا ما ضمان وسجلوا، يا اما بلا ضمان ما بتسجلوا. طب خلونا يسجلوا ونعفوا من الضمان هالسنه احلى ما تروح علينا سنه سنة التخرج. لقلك شغلة، مثل ما قلتي جامعة اللبنانية منا طائفية، يعني هي لكل اللبنانيين وحق لكل اللبنانيين. وأنا نفس الشيء بس عم أقول. وأنا بتمنى يعني كانت هذا الصندوق، أنا كنت بتمنى كمان هذا الصندوق يكون بخدمة كل طلاب الجامعة دون استثناء مهما كانت طائفتهم. لأنه معليخة نطلع شوي من هذا الموضوع. ليكي أنا هلأ ما في جواب، بس أكيد رح أتواصل مع الجامعة حتى أشوف شو قضية هالصندوق والمحاصصة وليش صار هيك. أوكي، أهلا وسهلا فيكي. حج بسام طليس قطعنا الخط للنقل المباشر. برجع بكمل مع حضرتك رئيس اتحاد نقابات السائقين العموميين بموضوع تاكسي المطار. ليه هالفوضى اللي عم بتصير بحسب السائقين انه كانوا عم ياخذوا دور هلا ما عم يقدروا ياخذوا دور؟ من ينظم يعني عملهم؟ شوفي هذا الموضوع سبق وعملنا على معالجته على أيام الوزير فيليانوس. نعم. وكان عملنا اجتماعات بالمطار وعملنا صيغة، وفي لجنة مشكلة برئاسة رئيس المطار، موجود أنا والزميل عبد الأمير مجدي والزميل أحمد موسى والضباط من قوى الأمن الداخلي وجهة الأمن المطار. نعم. وعملنا على معالجة الأمر. نعم. هلأ كمان بالمقابل ما فينا كل ما خطر على بال سائق شغلة نقول انه في خربطة. نعم. ما فينا نقول في خربطة بالمطلق. نعم. قد يكون انه في اشكالية معينة، هالاشكالية بنوضع اليد عليها وبتتعالج. انا هلا بسكر معي بدي اقول لرئيس المطار بتمنى على ايده لاجتماع سريع
وإذا في إشكالية بتتعالج بشكل مباشر يعني. كتير. يعني في نظام. نعم. معتمد وفي آلية معتمدة. كتير منيح. والآلية والنظام قدر إنه تخرق أو تصير في استثناء معين بغلطة بشغلة مش معناته خربان الدنيا. وبيقدروا يعني يتواصلوا تطور. بيقدروا يتواصلوا معكم يعني في رقم تليفون للجنة أو مع حدا من الأعضاء اللجنة. طبعاً الزملاء وإخواننا السائقين تاكسي المطار فدائما بيحكوني بيحكوا الزميل عبد الأمير بيحكوا الزميل أوكي. أحمد وعلى طول لكن نحن رح نتكل على هالاجتماع اللي بده يصير جاي ننظم الموضوع مشكلة. وإذا حدا عنده مشكلة. أي شيء في يتواصل معكم النائب كل شيء قبل كل شيء نعم كل شيء بالحوار وبالمعالجة إن شاء الله لأنه هاللقمة بهالأيام بتعرف نائب هاللقمة بهالأيام مغمس كتير يعني كلنا عارفين وضع البلد عندي بعد موضوع واحد شو صار بموضوع المعاينة الميكانيكية تكون بعهدة القطاع العام يعني الدولة اللبنانية في شيء جديد أو بانتظار كمان لقاء مع الوزير الجديد بعد نيل الثقة خليني أقول لك شغلة نعم. بالنسبة لنا نحن الحكم استمرار والمسؤولية استمرار صحيح وزير جديد وزير قديم وزير أقدم وزير مستجر نعم نحن ما بيعنينا نحترم كل العالم نعم. بقدر كل العالم نعم. نحن عملنا بتتذكر 63 يوم سكرنا المعاينة صحيح لحتى طلعت قرار الهيئة المعنية يعني هيئة إدارة السائق نعم. إنه وضع المعاينة الميكانيكية منذ 31 تموز 2015 غير قانوني وغير نظامي كله تجديد وبالتالي ما في تجديد حتى ما في تجديد من 2012 لل 2015 كان في تجديد بقرارات مجلس وزراء نعم 6 اشهر في 6 اشهر نعم لكن من وقت 31 تبع 2015 حتى تاريخنا اليوم ما في لا تجديد ولا مسوغ قانوني ولا مستند ولا وثيقه بتقول انه لازم العالم تروح تعمل معاينه ميكانيكيه نعم بالتالي انا وانت وغيرنا من المواطنين عم نروح ندفع خوه بالمعاينة الميكانيكية لأنه ما فينا ندفع رأس الميكانيك منصوص عنه بالقانون نعم. إذا ما رحنا جبنا يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله مع الحكومة الجديدة بعد نيل الثقة بتاخد قرار بهذا الموضوع أنا بدي أشكرك حاج بسام طليس وبتمنى على سائقي المطار يتواصلوا معكم في حال هالاجتماع حصل وصار فيه قرارات جديدة وإذا عندهم أي شيء فين يتواصلوا معكم ما بعرف قديش بعد عندي وقت بالحلقة لصورة اليوم نشوف صورة اليوم يلا يمكن هالصورة تشوفوا شاب وصبية واقفين حد بيبي كنت تسألوا شو عم يعملوا صراحة لفتتني كتير هن من كشافة الهومنت من حبوا انه يساعدوا عائلة مستورة ببرج حمود بالتنسيق مع البلدية حتى يرمموا لبيتها يعني دهنوا البيت ودهنوا الشبابيك وهيك انا بدي حييهم كتير وبدي اقول هيدي همة الشباب بدي اعطيكم موعد بكرة الى اللقاء